المشاهدون الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في برنامج جديد نقدمه من العاصمة الألمانية برلين. نستضيف اليوم الكاتب والباحث الإثيوبي من إقليم الصومال الأستاذ محمد حسن من بلجيكيا. مرحبا بك أستاذ محمد حسن. مرحبا مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. الحقيقة هذه فرصة سعيدة رغم الظروف الصعبة اللي مر بها العالم الآن بسبب جائحة الكورونا. نشكرك أولا على تلبيتك هذه الدعوة. بالمناسبة لابد من التواصل مع الشعوب رغم الظروف الصعبة التي نمر بها جميعا والحجر الصحي المفروض على الجميع، إنما لابد من التواصل مع أهلنا سواء كان في إريتريا أو إثيوبيا أو عموم منطقة القرن الأفريقي. اليوم نرحب بك مجددا. سأعطيك الفرصة أستاذ محمد أولا لتعرف المشاهد، لأن هذه القناة قناة القرن الأفريقي مشاهدة في عموم منطقة القرن الأفريقي وبالذات الأفارقة الذين يعيشون في المهجر. لذلك تفضل أولا التعرف بنفسك وبعد كده ندخل في السؤال الأول. أريد أن أسمع منك الآن بعد مرور عامين من التغيير اللي حصل في إثيوبيا وسقوط نظام الوياني، ما هي قراءتك أستاذ محمد؟ أولا أعرف بنفسك ثم بعد ذلك ترد على هذا السؤال. تفضل. أنا اسمي محمد حسن، مقيم في بلجيكا حوالي 40 سنة. أنا عضو في حزب العمال البلجيكي وأدرس في كلية التربية والتعليم، وأنا كما أصلي من المنطقة، أنا من الجماعة الذي يقصر لا بد يكون قرن الأفريقي الجديد، وهذا القرن الأفريقي الجديد لا بد يكون على أساس جديد وفكرة جديدة. في الماضي حوالي 50 سنة القرن هذا كان تنازع وخلافات كثيرة جدا، وأغلبيتها هي خلقت من الخارج. الخارج الذي خطط القرن الأفريقي بالنسبة الاستراتيجية بتاعهم وفكرتهم هي لابد يتحكم القرن الأفريقي بالتنازع. هم ما عايزين إن القرن الأفريقي يرجع إلى أصله ويوصل إلى اتفاقات التي تسمح للشعوب تعيش بسلام وتفكر كيف تتعامل وتبني اقتصاد جديد في القرن. القرن الشعوب في القرن شعوب فقراء، مهما كان القرن الأفريقي منطقة غنية جدا وشعوب فقيرة. فالأنظمة التي خلقت القرن كفكرتها تشوف القرن هو منطقة استراتيجية لزعزعة أفريقية ولزعزعة المنطقة العربية. بالنسبة نحن الشعوب القرن الأفريقي له وجود لنا، وهذا شفناه سياستهم الذي حصلت حوالي أكثر من 40 سنة و50 سنة في القرن. القضية الإريترية التي رفضت يكون لها وزنها في المنطقة، مشكلة الصوماليين وتقسيم الصومال على عدة دول، مشاكل القوميات في إثيوبيا والأنظمة التي جاءوا في المنطقة خاصة في إثيوبيا، جماعة أقلية وأقلية جدا وما عندهم أي أرضية في المنطقة، لكنهم كانوا مرتزقة للقوات الخارجية. فطبعا في آخر حوالي سنتين، أولا إثيوبيا استمرت من الإمبراطورية وسقوط حيلة سلاسي، هذا كانت استراتيجية أمريكية تفكر إنه إثيوبيا حتكون منطقة الذي يدخل فيها في إفريقيا، وهذا فكرة رجل دبلوماسي كان يعيش في فرنسا وجاسوس كان يعيش في مارسي وكان يكتب لرئيس الجمهورية في أمريكا إنه أمريكا ما عندها وسيلة تدخل في إفريقيا، لأنه إفريقيا هي تحت الاستعمار والاستعمار حاكم بشدة ومفيش وسيلة للشركات الأمريكية تقدر تتاجر في مع الثروات الأفريقية. فلهذا هو يقول في بلد
مش تحت الاستعمار بطريقة غير مباشر لكن غير مباشر، وهذا البلد يسمى أبيسينيا في وقتها. وممكن البلد هذا حيكون لو نحن نتدخل ونحمي هايلي سلاسي، فحيكون لنا وسيلة نحن من هناك ننطلق وممكن نأثر في القرن الإفريقي وبعدها القارة الإفريقية، والمستعمرين ممكن نطردهم من المنطقة والشركات الأمريكية حيكون لها وسيلة. هذه السياسة استمرت لما إطاح نظام هايلي سلاسي، وبعدها الحرب الباردة جاء والعساكر مسكوا الحكم وهم الوحيد كانوا الذي منظمين، وما فيش أحزاب قوية لكي تعارض وتغير الفكرة هذا، واستمر ل 17 سنة والنضال الإريتري كمان استمر، وفي الآخر نظام منجستو سقط في 91. فطبعا زمرة وياني لما مسكوا الحكم كانت وسيلة لبناء فكرة جديدة في المنطقة، فتمنينا كلنا أنه حيكون قرن إفريقيا الجديدة، لكن هذه أقلية مسكت الحكم لوحدها، وفي الآخر كمان حتى حاربت إريتريا وحاربت الشعوب المنطقة وأصبحت عميلة زي نظام هايلي سلاسي وأوحش من نظام هايلي سلاسي. في الآخر الجماهير وصلوا لدرجة معينة، النظام مش قادر يحكم زي الماضي والشعب رفض يعيش الماضي. في هذا الأطار طبعا الانتفاضة الأورومية استمرت لحوالي 4 سنوات وانتقلت إلى منطقة الأمهرة، والنظام اتبخر والجماعة الذي كانوا ماسكين زمامة الحكم هربوا للمنطقة بتاعهم قبل سنتين. نعم أستاذ محمد، أنا حنحاول نقسم الحوار إلى 3 محاور. المحور الأول طبعا هو التوضيح الخلفية. نحن بالمناسبة يعني نضالنا هو مشترك، القضية أنه طبعا التركيز كان في الثورة الإريترية، لأنه نحن طبعا أكثر الناس حملنا السلاح وتأزينا من الأنظمة المتعاقبة في إثيوبيا، وبالمقابل كنا أيضا يعني نحس بأن الشعب الإثيوبي في حد ذاته أيضا مضطهد، لأنه هنالك في 8 أقاليم بالإضافة إلى أغليب أدس أبابا ودردوة، فكل هذه الشعوب التركيبة الإثيوبية لا تسمح أن يكون أقلية. مثلا الأويانة بتشكل 6% من السكان، هناك شعوب يعني وعدد سكان إثيوبيا يتجاوز 100 مليون نسمة، فلا يعقل. يعني طبعا كان الرهان هو خطأ، لأن الأويانة لما سمدت يوم واحد إلا بدعم خارج، طبعا الأمريكان كانوا معاه والقرب ولا زالوا يحسوا بأنه طبعا يعني بهزيمة. الآن السؤال أنه طبعاً أنتم كمنادلين وشاركتوا في النضال، ونحن طبعاً يعني عندما نتحدث مع الأستاذ محمد حسن بنتحدث مع منادل ساهم برضو في النضال ومن الناس اللي يعني كانوا يحلموا نحن بالسلام. الحقيقة طبعاً نحن استبشرنا بصرف النظر عن التفاصيل في 9 يوليو عندما أتى أبي أحمد الأسمر ووقع اتفاقية السلام، هذا كان رغبة ليس فقط من الشعب الإريتري إنما أنتم أيضا في إثيوبيا. لكن الآن مرت 2 سنوات، طبعا هنالك في تنسيق بين دول القرن الأفريقي الصومال وإريتريا، ونرجو أيضا البقية يلتحقوا بهذا الركب. إنما ليست القضية قضية سلام مجرد سلام، إنما طبعا الشعوب، هل أنا أريد أن أفهم منك أنت طبعا باعتبارك يعني تنتمي إلى إقليم الصومال الغربي المعروف حاليا بإقليم الصومالي في إثيوبيا، طبعا أنت عانيت أيضا ومريت بتجارب، ماذا تغير الآن بعد تولي الدكتور أبي أحمد السلطة في إثيوبيا؟ أولا التغير الذي حصل قبل سنتين كان تغير جذري في تاريخ إثيوبيا، جذري لأنه الفكرة التعصبية القومي بتاع وياني انتهى، وفكرة جديدة لبناء بيت جديد على أسس جديدة. ومن هذا لما نبدأ في المنطقة الصومالية
شباب متعلمين مثقفين الذي كانوا في الهجرة والذي كانوا يناضلوا لأول مرة جاءوا في الحكم. رئيس الإقليم مصطفى عمر هو كان مناضل وعانى وأخوه قتل والعائلة شردوا ومليون نسمة شردت في المنطقة ومش عارف. فطبعا الشعب الصومالي الذي كان ساكن هناك أول شيء الذي ارتاح فيه السلام، فبدأوا يرجعوا. اليوم تشوف في بناية كثيرة جدا، مدارس تبنى، الذي كانوا في المهجر رجعوا، سواء في حركة اقتصادية في المنطقة. لأول مرة في تاريخ المنطقة هذه ممكن تتحرك من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق المنطقة الثانية بدون أي شوف عسكري في الشارع. هذه المنطقة 60 سنة حكموها عساكر وجنرالات وكولونيلات وجواسيس وجماعة الذي يتاجر في الكونترباندات والذي يكون أغلياء في أسهل طريقة. هذا انتهى. فالصوماليين الذي كانوا هاجروا لأربع أجيال بدأوا يرجعوا. فهذا أولا كويس. ثانيا الصوماليين في المنطقة يشوفوا لابد يكون كونتراكت جديد ولا اتفاق جديد بين الشعوب الإثيوبية كلها وبناية بلد جديد على أساس أولا أساس قرن الأفريق الجديد أولا، وهذا معناه الحدود الذي موجود بين الصومال وبيننا هي حدود وهمي، أن الشعوب لابد يكون مفتوحة ويتاجروا مع بعض ويجوا ويزوروا، وهذا حصل. حتى الصوماليين من الصومال يجوا يزورونا، وحتى من كينيا صوماليين يجوا يزورونا، برلمانيين سياسيين تجار. فالمنطقة انفتحت. لكن في فترة سنتين بعد رئيس وزراء أبي جاء، الجماعة الذي طردوا من الحكم وراحوا لتجراي خططوا استراتيجية لخلق بلورة في المنطقة. هم عارفين ما يقدروا يرجعوا للحكم، لكن عايزين يفشلوا الترانزيشن الذي موجود حاجة. فإيش هم سرقوا كثير، عندهم أموال كثير، وطبعا في ناسهم موجودين كثير هناك ومش عارف يمونوا زعزعة. أول شيء الذي حصل في المنطقة بتاعنا لخلق حرب بين الأخوان الشعوب الشعبين الأخوان بين العفر والصوماليين بدرجة، مهما كان نحن حاولنا نسده، لأن المنطقة العفرية هي أصبحت رهانة للويانة حوالي 27 سنة متحكمين الاقتصاد متحكمين الجماعة الذي موجودين في السلطة في المنطقة العفرية. هم مش ماسكين زمامة السلطة، وراها هي ويانا اللي تحركهم، وخاصة جماعة بدا وجماعة برحلي، هذون الذي يتحكموا في الحكم. والاقتصاد في المنطقة العفرية كلها كانت في يد التقرواي، الرجل العفري ما كان عنده أي حاجة ومهمش. وثانيا طبعا الوياني خلق مشكلة كبيرة جدا بين الشعوب الشعب الأوروبي والشعب الصومالي الجيران، لأنه بين الصوماليين والأوروبي في حوالي 1600 كيلومتر حدود، وطبعا يتزاوجوا ويعيشوا مع بعض ويتاجروا مع بعض، وخلقوا بينهم فتنة، وحوالي مليون أوروبي طرد من المنطقة هذه. اليوم الحالة كلها أصبحت عادي، وحلينا المشكلة مع أخواننا الأوروبي وناقشنا معهم، وحاولنا كمان نبني علاقة أكثر من هذا. طبعا دكتور أبي في سنتين هذا أول شيء الذي عملها والذي فهم، وأنا أؤيد بهذا، لابد يكون صلح واتفاق أخوية بين إريتريا وإثيوبيا، لأنه هذا أساس للمنطقة. بعدها أن الشعوب الإثيوبية كمان حتتعامل مع الشعوب المنطقة بالسلام وبناء صفحة جديدة في تاريخ القرن الأفريقي. فلهذا
إنه العلاقة الذي هو راح لإريتريا واتفق ورئيس إريتري جاء لإثيوبيا والعلاقة أصبحت ورجعت عادي حتى بين الشعوب في إريتريين الذي شفتهم في أدسوا يعيشون زي ما أي الشعوب الذي موجودة في المنطقة. الكراهية الذي بناها 27 سنة الوياني اتبخرت، ما كان عندها وجود ولا كان عندها أرضية. وفي نفس الوقت الوياني طبعا هو مش ممثل الشعب التجري، الشعب التجري نفسه هو مظلوم باسمه حاربوا، باسمه سرقوا، باسمه قتلوا، لكن الشعب التجري كمان لابد يعمل الحساب بتاعته ويحاول يحارب هذه زمرة وياني ويطلعها من المنطقة. اليوم معزولين، في تناقض بين الأمهرة والتجرواي، وخاصة مش تجرواي كشعب، لكن حتى حوالي سنتين الحدود مسكر بين المنطقة الأمهرة وتجراي، فأي حاجة يجيهم من المنطقة العقرية. الكراهية التي حصلت لأن 27 سنة قتلوا، دمروا، سجنوا مئات الآلاف الناس، شردوا كثير من الأورومو، من الأمهارة، من الصوماليين، وكيف وكيف، لكن ما حصل زي ما الدول الثانية إنه يكون انتقامي، ما حصل انتقام على الأشخاص على أساس أصل وعرقهم. فهذا أولا نتيجة مهمة. أنا الآن عشان نواصل في هذا البند، طبعاً المجموعة أنزوها الآن في إقليم تجراي، ويروجون طبعاً هناك في دستور قديم في إثيوبيا اللي هو فيه المادة 39 يسمح لكل إقليم لدرجة أنه ينفصل. فالآن هم طبعاً وضعوا سؤال أنه عندما قام الدكتور أبي أحمد بتأسيس حزب الازدهار، فطبعاً هم يقولوا هذا الحزب سيعيد إثيوبيا إلى العهد القديم، تكون هناك المركزية، يعني الشعوب الثانية حتهمش أو الأغاليم حتهمش، وعلى حسابها حتقوم هناك مجموعة تحكم البلد وتسيطر على كل مقدرات البلد. فأنت طبعا الآن هل أنت شركاء في الفكرة؟ لأنه أنا قرأت كتاب أبي أحمد اللي هو بعنوان مدمر، يعني جمع إثيوبيا على بعدها، ما كيف هذا؟ هل يمكن أن الشعوب الإثيوبية عدد سكانها والتباين اللغوي الموجود عندكم حوالي 70 لغة وقبائل متداخلة مع بعضها، هل يعني ممكن حكم هذا البلد بالمركزية من أدسابة وحزب واحد؟ ماذا تقول في ذلك؟ أولا وياني يقول والدستور بتاعته يقول إنه بلد بنى دولة فيدرالية. الفيدرالية مش حاجة زي أسبرين أنت ولا زي أي أدوية تجيبها لحل زي بلد إثيوبيا. أولاً الدراسات التي حصلت عن المشاكل القوميات، مشاكل القوميات هي ما درست بالوياني. في الستينات، في آخر الستينات لما المنظمات والحركة الطلابية التقدمية لما بدأت في الجامعة واستمرت، كانت 4 ولا 5 سؤالات طرحت لحل مشكلة إثيوبيا. أولاً حل مشكلة إريتريا على طريق سلمي ومناقشة وتقرير مسير الشعب الإريتري. ثانياً إثيوبيا هي مش بلد مسيحية لكن بلد مسيحي ومسلم، فلا بد يكون معادلة ولا لا بد يكون الدين والسياسة يفترق، لأنه إلى ما 74 كان البلد مسيحي، المسلمين ما كانوا موجودين ويعتبروا أنهم أجانب. الإذاعة والتلفزيون والراديو يقول لما المسلمين يحتفلوا عيد الأضحى ولا أعيادهم، يقول المسلمين الذي يعيشون في إثيوبيا حيحتفلوا بكرة أعيادهم. فالمسلمين الإثيوبيين أصبحوا لأول مرة مواطنين في 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 بعد 74. أنا أتذكر كشاب مناضل، أنا أول الذي عملت الخطبة في الجمعة يوم الجمعة في المسجد بشعار نحن غير أجانب، نحن إثيوبيين. فنظمنا مظاهرة، أكبر مظاهرة في تاريخ إثيوبيا، الذي كانت 100,000
وبعدها عملنا لجنة، وكان في وقتها رئيس الوزراء كان اندلكاتشو مكونن، ومشينا وقلنا له هذا غير عادل، هذا الدستور غير عادل، هذا البلد مسلم ومسيحي وفي حتى كمان أديان ثانية. ففي الآخر الثلاثة الأعداء بتاع المسلمين تقبل، والمسلمين الإثيوبيين أصبحوا مسلمين إثيوبيين. ثانيا لأول مرة الشعب الأورومو تغير من الاسم الذي كان الاحتقاري الذي يسمى جالا، لأول مرة بدأ يستعمل الاسم أورومو في 64 في حالة الثورة. فبناية الإمبراطورية الإثيوبية هذه الذي من منيلك والعباطرة بتاع الأبسينية بتاع الذي بنوها، كانت ما كانت بلد للشعوب بأكملها، كانت لأقلية ومورنة من الخارج. فالعساكر لما مسكوا الحكم خلقوا مؤسسة تسمى ناشونال ستاديز بدرجة كوميشنر، وحطوا ميزانية $10 مليون، وقالوا لابد يكون دراسة تركيب الشعب الإثيوبي على أسس اللغة. فالدراسة هذه جابوا متعلمين إيكونوميست أنتروبولوجيست أنواع وأشكال، وعملوا دراسة. لما عملوا الدراسة على أسس ويستعملوا اللغة كأساس، عملوا 15 دراسة. الوياني لما جاء ومسك الحكم في أديس أبابا لقى الدراسات موجودة في 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 في, في المنظمة، وهم أخذوا الدراسة 14 وقالوا حنعمل فيدرالية. الفيدرالية أولاً عايز لها تاريخ، وعايز لها قراءة جديدة، وعايز لها نقاش طويل بين الشعوب ومن السياسيين. فهم للوياني لما يقولوا نحن دولة فيدرالية، معناه هم عايزين يأكلوا الدجاج الإثيوبي هذا مفرم ويأكلوها لوحدها، ويبعثوا للثانيين حاجات ما تبقى من الصحن بتاعهم. فقسموها بإقليم لكي ما قدروا يبلعوا الدجاج بدون تقسيم. وما كان فيدرالية في إثيوبيا كذب، وما كان تطبيق الفيدرالية في إثيوبيا. هم ماسكين زمامة السلطة في أديس أبابا، المنطقة الوحيدة التي كان عندها تقرير المصير وتحكم عن نفسها كانت منطقة تيغراي. من إمتى المنطقة الأورومو حكمت نفسها؟ لكي يخلقوا شاهد حاجة يشبه فيدرالية لكن هي استعمارية جديدة داخلية، خلقوا كمان أحزاب. الحزب الذي حس أبي أحمد الذي جاء منه الذي يسمى الازدهار، لا الحزب أوبيديو. أوكي نعم، هم أوبيديو خلقوها من السجناء في وقت النضال. هذين أورومو يسمى أورومو ديمقراطيك أورغانيزيشن، هذا خلق لكي لما تقرواي عايزين يستمروا ويوصلوا لأديس أبابا لابد يكون لهم لباس جديد، وخلقوا منظمة تسمى أوبيديو. وهذا أوبيديو ولا يود ولا يجيب، كان عميل وكان يقتلوا وينهبوا الشعب الأورومو ويسجنوا بالألاف ويشردوا بالألاف، ما كان عندهم أورغانيك ريليشن مع الشعب الأوروبي. هذون كانوا عملاء زي النازيين لما خلقوا منظمات مختلفة بأسماء ألمانيا الكبرى، زي الفلامنكيين هنا في بلجيكا كانوا متعاملين مع النازيين باسم الحرية باللغة. هذا الذي عملوه في الآخر هم الذي منظمة وياني الذي مثلا أعطيك مثل إنه حتى الإي بي آر دي الذي يسمى هذا فيك، لا وجود له، هو طريقة ولباس للاستعمار. أعطيك مثل إنه إي بي آر دي كيف ما موجود، لما قرروا الحرب ضد إريتريا وعملوا الاجتماع في بهردار 30 تجرواية الذي قرروا الحرب، الحزب الأمهرة ما كان موجود في النقاش، الحزب بتاع الأورومو ما كان موجود في النقاش، الحرب بتاع الجنوبيين ما كانوا في الموجود.
فلهذا إيش أساس الحكم بتاع وياني؟ لابد هذا نحن نعمل أوتوبسي عن النظام هذا. النظام هذا بتاع وياني كان مبنى على الأمن، كان عنده أمن 100,000 نسمة وأكبر ميزانية في إثيوبيا. وهذا نفسه الرئيس الوزراء السابق هايلمارام دسالين يتكلم بوضوح، قال أكبر ميزانية تمشي لهم. كيف هذا الأمن شغال؟ الأمن هذا 80% جاءوا من القوميات الثانية الذي يجيبوا المعلومات من الأرض، وال20% المتحكمين الضباط القبات هم من منطقة واحدة، هم تقرواري وكلهم من TPLA. فطبعا الأمن يجيب المعلومات بعدين يطلع فوق يبخر يترجم بتجرينيا وبعدها يناقشوا فيها. الجيش ما كان جيش وطني في إثيوبيا، الجيش كان هذا راكتاغ ميليشيا، والضباط أغلبيتهم تقرواي. لما تأخذ الجنرالات الذين موجودين في الجيش الإثيوبي ممكن 4-7 يكونوا من القوميات الثانيين، الثاني الجنرالات كلهم من قومية واحدة، وهي ما تساوي أكثر من 6% من الشعب الإثيوبي. هذا أخي محمد، أنا طبعا ما عايز أقاطعك، إنما طبعا الآن في إشكالية. هذا النظام كان يعني حكم إثيوبيا حوالي 27 سنة، ومعظم المساعدات التنموية إذا أخذنا مثلا ألمانيا 70% من المساعدات اللي تعطى لأفريقيا كانت تعطى لإثيوبيا اللي هو طبعا في عهد الوياني. هنا طبعا التركيز كان والتنمية والمصانع وكل، يعني انت لما تشوف الآن هم طبعا يعني كان يحكم إثيوبيا، لكن كل الخيرات اللي كانت تأتي والعقود الثنائية حتى منظمات الأمم المتحدة، نحن طبعا لما نشاهد يعني كان يعطي الأولوية لإثيوبيا في عهد الوياني. الآن يعني ماذا يعني هم طبعا انزووا الآن، فهل الحكومة الجديدة والتحالف الجديد الموجود بما فيه طبعا الصومال والعفارين كل القوميات المشاركة فيه، هل استطاعت طبعا الآن أنا بلاحظ لا زالت كوادر الوياني النشاط الإعلامي الموجود النشاط الاقتصادي، حتى يعني حاكم إغليم تيغراي قبل فترة كان زار ألمانيا ويقول نحن لازلنا يعني العقود سارية المفعول، يتحدث مع الشركات الألمانية والمؤسسات الألمانية بهذه اللغة. إذن يعني الدولة العميقة أو مثلا دولة داخل دولة كيف سيتم معالجة هذا الموضوع؟ الآن طبعا هو إغليم ونحن نعرف قوة الوياني لأنه نحن حاربنا يعني من 1989 بنعرف كلهم ميليشيات، ناس مغلوبين على أمرهم، يعني اللي حاربوا ليس خبراء في الحرب. لما يدخلوا نحن طبعا الوياني بما فيها طبعا قادتها كلهم تدربوا عندنا في إريتريا ونعرف إمكانياتهم وماذا يستطيعوا طبعا. لكن الآن السؤال يعني أنا شايف الزحمة الإعلامية الموجودة أو مثلا ديجيتال الوياني والنشاط الإعلامي الموجود، لماذا قام ما يوازي هذا الإعلام في داخل إثيوبيا بالذات؟ يعني أنتم كشركاء الآن في الحكم الجديد أين أنتم من هذه الدعاية؟ الآن في أوروبا كلامهم مسموع، إنما طبعا عامل اللغة أولا، كل ما يبث في وسائل الإعلام الإثيوبية باللغة المحرية وقليلا ما نسمع. طبعا الآن أنا سعيد أن أنت تتحدث باللغة العربية، سمعنا عدد كبير جدا من الذين يتوهمون أن الوياني لا زالت عندها القوة وعندها الجيش وعندها الأمن. يعني كيف الآن تقرؤون هذه الأوضاع الجديدة مثلا في المنطقة؟ هذا سؤال ممتاز وعايز له بحث طويل. أنا بالنسبة نظريتي زي ما أشوف الفترة أبي لما جاء في الحكم، أقول إلى مان سنة ونصف أرضيته كانت قوية، الزخم الشعبي يعني. أيوة. وثانيا الوياني لما هربوا وراحوا للمنطقة بتاعهم كانوا خايفين وموراليا كانوا متدهورين، لكن أبي وجماعته ما استفادوا من الوقت الذي كان موجود.
اتأخر. أولاً طبعاً هو كان عنده أبي وجماعته كان عندهم مشاكل، عدة مشاكل. أولاً كان سياسته إنه حاول يقنع الزمرة وياني لكي يجوا ويناقشوا معاه ويكونوا معاه، لأنه قراءته لزمرة وياني كانت ضعيفة. مهما كان هو أحسن واحد الذي يعرف الوياني وخيانتهم بمقارنة من جماعة الثانيين الذي موجودين في البلد. أولاً وياني بنى ولا حكم البلد هذا بالجهل، فما فيش كان متخصصين في البلد الذي يعرفوا وياني، ومش قادرين حتى يقرأوا دوكومنت بتاع الوياني، ومش قادرين كمان يفهموا. فطبعاً هم كلمهم كانوا عاشوا تحت السحر تقدر تقول، لأنه بخرهم باسم الفيدرالية وحطاهم في قرون الوسطى ومش قادرين يحللوا إيش حاصل. لما أبي جاء كانت فرصة لبناية تحالف جماهيري بين الإثيوبيين أولا، والفرصة الثانية كان الجماعة الذين نهبوا وقتلوا المجرمين لابد كان يحصل عليهم ضغط قانوني وضغط بروباغاندي حقيقي، ولابد كان الملف تفتح والجماهير تناقش إيش عملوا 27 سنة في البلد هذا. ما حصل هذا، خلى الشعور الجماهيري بدأ يضعف بدرجة إنه الجماعة الذي قتلوا نهبوا وشردوا إلى اليوم عايشين، ما حصل عليهم أي حاجة، ما تحاكموا. هذا خلى المورال بتاع الجماهير يضعف. ثانيا الحزب الازدهار. الحزب الازدهار لما تقرأه هذا فكرة لأول مرة يحصل في بلد في العالم، أنا ما شفت فكرة زي هذا، لكن ماش قادرين كمان ينزلوا الفكرة ويجندوا الكوادر بتاع الحزب بتاعهم، ومش قادرين يتواصلوا مع الجماهير. الحزب موجود لكن موجود في الهواء. مش قادر. لحظة واحدة أخي محمد، إذا نقف عند هذا الحد الآن عشان تكون الحلقة الأولى، ونواصل حزب الازدهار في الحلقة الثانية. مشاهدين الأكارم، تنتهي الحلقة الأولى أجريناها مع الأستاذ محمد حسن من بروكسل. سنلتقي في الحلقة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.